مرحبا، كيفكم اليوم؟ بدي اعمل سندوتشك. يلا نبدا. انا خلطت جبنه ببطاطا سلاء وبصل، لحمه ببصل وبطاطا سلاء وبقدونس. يومي يومي متحمسه. هاي عجينه السمبوسك، يلا خليني كتير متحمس. ابدا بالجبنه. اول اشي بدنا نعملها كده، وعلى الجهه الثانيه، ولا انا بدي الجبنه مع البطاطا والبصل، حطها هنا هيك. شوفوا، نرفع هذه هيك، نحط هذه هون. ونلفها للجهة الثانية. شوفوا مبين يامي للجهة هيك. وهلا هادي بنفوتها هون، هيك بنعمل عشان تتماسك. وشوفوا احلى جبنة، ياي شوفوا احلاها. كتير تحمست، كتير متحمسة اذوقها، وكتير كتير شكلها ياي سو كيوت. شوفوا حطنا هاي اول سمبوسك، انا عمري ما جربت اعملها، هاي اول مرة. وهي كمان جبنة سمبوسك. هاي المرة بدي اختار اللحمة والبطاطا السلة والبصل والبقدونس. هلا بنعملها هيك، اول اشي للجهة هاي هيك، وبنعملها للجهة الثانية هيك. وهلا شوفوا كيف بنجيب اللحمة والبطاطا السلة كمان البصل والبقدونس، نحطها هون ونقلبها للجهة الثانية هيك. شوف نظبطها انه مش ظابطة، ما بدي اياها ما تكون ظابطة، بدي اياها تكون بتشهي. حطها هيك، شكلي انا كثير كثرت، ما زبطت معي. عادي عادي، هلا تقدروا تعملوها هيك وتردوا تلفوها للجهة الثانية. وهيها زبطت، لاني انا الشاطرة بتزبط معي، صرت خبيرة. اوه كمان سو كيوت، حيصير اخوان، صار اخوان. واو كتير شكلها حلو، وتحمست كتير ممتعة. لا صح، اول شي هاد طبعا نفس الخطوات. هاي اجيب الجبنة، انا بحب الجبن كتير، شوف يمي. ما بدي اكتر هيك، ما تحطوا كتير. وهلا هيك بنعمل الجهة هاي، او هيك. شوفوا سو كيوت، بتوقع انتوا لو تجربوها كتير 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 رح تتسلوا، لانه ممتعة. بتوقع انا بيمكن اعمل مقالب باخواني فيها، احط لهم فيها شطة. واو صار عندي كتير مجموعة، وصار كتير حلوين وكيوتين، شوفوا ألطفهم. واو كتير متحمسة، شوفوا اني بدي اعمل. ممتعة وانت تعملهم، كتير كيوتين. بس خربطت بالخطأ، كنت احط هون، كان ما زبطت معي.
شوفوا، واو كيوت، شكلها زي المثلث هيك، ده عاملها قلب، شوفوا هيك. خلصت وهلا بدي اروح اقليهم. يلا بدي اروح، انتظروني، باي. وهيك بعد ما قليت السمبوسك صار شكلهم كتير حلوين، وبخلوك شهي مشان ادمغن بشحن نفسي اكلهم كلياتهم. شو كيف شكلهم؟ او ماي جاد، ياي يا هلا بدي اضوق السمبوسك. كثير مبين زاكية، يومي شوفوها، واو يومي، كثير مبين بتشهي. هذوقها، طعمها لا يقاوم، بتشهي كثير، عجبتني. داكل كتير، مش بدي اكل هاي، بدي اكل كلياتهم. كتير بشهر. واتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا انكم تدعموني باللايك والسمبوسك لانها كتير يومي بتشهي، والسبسكرايب وتفعل الجرس لإذاكم كل جديد. يلا سلام. خلينا نشوف اللحمة، واو شوفوا يومي.